يسعد صباحكم يا أصدقائي، رحلة مميزة اليوم في مدينة خورفكان. المحطة الأولى في مدينة خورفكان هي سد الرفيصة، سد واستراحة الرفيصة. مكان عن جد يعني فاجأني، ما كنت أتوقع أنه حلو هيك، مع أني سمعت أنه كثير حلو. حلو المكان، وبتقدر هنا تمارس بعض النشاطات الترفيهية مثل ركوب الكياك والقوارب، وفي استراحة ومطاعم هون، جلسات يعني جميلة جدا جدا. طبعا ما بصير نوصل لهون من غير ما نجرب الكياك. انا اخذت سنجل كياك وساره 15 درهم بس، رخيص جدا، المكان بيستاهل. في وسط السد طالع هذا الجبل الصغير اللي بتشوفوه كأنه جزيرة، وعاملينه محمية طبيعية للغزلان. شوفوا الغزلان. قرية نجد المكسار هي قرية تراثية قديمة جدا، تركها سكانها ونزلوا عاشوا بالمدينة في خورفكان الجديدة. وزي ما بنلاحظ هون انه تم بنائها على جبل بحيط فيه الجبال من كل جهة، هذا بدل على أهمية الموقع الاستراتيجي وذكاء أهل وسكان هذا المكان من قبل، حتى يحموا أنفسهم من أي عدوان خارجي. طبعا الآن هي تحولت لمزار للسياح والزوار، ومكان عن جد كثير حلو، بنصح الجميع بزيارته. تذكروا المسلسل السوري جميل وهنا؟ من هذيك الأيام أنا كنت أفكر إنه خورفكان هي مدينة من الخيال، يعني إنه إشي مش موجود فعلياً على أرض الواقع. والسبب ذكروا أم محمود اللي بالمسلسل لما كانت تظل تقول ابني محمود في خورفكان، فكرها والله هيك مزحة يعني أو دعابة. طلع في مدينة اسمها خورفكان، وطلعت خورفكان حلوة إن شاء الله عليها. أنا الآن بتمشى بالكورنيش، كورنيش خورفكان، وكورنيش لطيف جدا، جميل حلو، الأجواء طبعا روعة اليوم قبل الغروب. هذا الفيديو برعاية خورفكان للشقق الفندقية. المميز في هذا الفندق انه بمحاذاة الشاطئ مباشرة، وقريب جدا من كل الاماكن السياحية الموجودة في خورفكان. الفندق نظيف ومرتب، واسعاره في متناول يد الجميع، اللي بيحب يحجز عنده ارقامه موجودة بالشاشة.
هذا أحدث مدرج روماني بني على الإطلاق. لو كانوا الرومان القدام لسه موجودين راح يفتخروا بهذا الصرح الشامخ في خورفكان. الآن صار وقت الأكل. طبعا مطعم الحسن اللي هو بجانب قصر الحسن أو قلعة الحسن يعتبر واحد من أشهر المطاعم اللي ممكن تأكل فيها. أكلهم طيب وأسعارهم مقبولة جدا. يعني أنا طلبت مندي لحم سعره 25 درهم. طلب المندي 25 درهم. يس صحيح يا عبدو. هذا هو متحف الحصن في خورفكان. طبعا في منحوتات واشياء يعني تدل على التاريخ والحضاره اللي كانت موجوده في سابق الزمان في هذا المكان. خلينا نشوف سوا. في سوق التراث القديم ومتحف الحرف التقليدية في خورفكان. مكان بتشموا فيه ريحة الطيبين عبق الماضي. كان حلو صراحة تشوفوا فيه أشياء يعني من التراث والتاريخ. شوفوا هون الفرن هذا اللي كانوا ساووا فيه الهريس كيف عاملينه بالطريقة هاي. يعني السيميوليشن اللي عاملينه رهيب صراحة كثير حلو.